بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الكوثر صلاه لا تعد ولا تحصر ننال بها الحظ الاوفر والرضوان الاكبر ونفوز بها بشفاعته يوم المحشر وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته متابعي قناة الأعزاء والأوفياء في كل مكان سعيدة بلقياكم في هذه الحلقة الجديدة والتي سأقدم لكم فيها وردا قويا وشافيا بإذن الله تعالى لكل من يعاني من أمراض نفسية وعصبية فتابعوا معي فهذا الورد العظيم الجليل مجرب مرارا في عده حالات تعاني من امراض نفسيه وعصبيه كانفصام الشخصيه والاكتئاب والتوتر بدون سبب والوسواس ايضا وكل انواع الخوف والفوبيا والارق وحتى امراض الجهاز العصبي بكل انواعها فهذا الورد يحتوي على لفظ الجلاله المعظم الاجل ويستجيب باذن الرحمن تعالى مع جميع الاشخاص شرط اليقين التام بالله سبحانه وتعالى. مده المداومه عليه من 21 يوما الى 40 يوما دون انقطاع حسب تقديرك لحالتك ودرجه حده المرض عندك. والطريقه على بركه الله هي كالاتي: إذا ثلاثة مرات في اليوم يعني صباحا في أي وقت قبل صلاة الظهر ثم بعد الظهر أي ما بين الظهر والعصر ثم ليلا في أي وقت بعد صلاة المغرب يعني ثلاثة مرات باليوم ويجب أن تحافظ على هذه الأوقات قدر الإمكان حتى تجد الأثر سريعا بإذن الله تعالى تحضر كأس ماء أو كوب ماء. ثم تقربه الى فمك وتقرا عليه هذا الورد الذي ساقرا عليكم الان تبدأ أول شيء بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم تسعة عشر مرة ثم تنفت في الماء ثم بعدها تذكر يا الله يا مقدم يا مؤخر اشفني بشفاك مئة وواحد مرة ثم تنفت في الماء ثم تختم بالصلاة على النبي سبع مرات بأي صيغة شئت وتنفت في الماء تشرب هذا الماء مباشره بعد ان تنتهي من الورد فهنا اركز على انه لن ينفع ان تقرا يعني على كمية كبيرة من الماء وتحتفظ بها بل فالتجديد في الثلاثة أوقات التي ذكرت ضروري وشرط أساسي وبالنسبة للناس الذين يعانون من أمراض نفسية أو عصبية بسبب أصحار أو مس أو حسد فسوف يلاحظون تغير طعم الماء إلى بعض المرارة بعد القراءة عليه سبحان الله ففي هذه الحالة يجب الاستعانة أيضا بالرقيه الشرعيه او بعلاج للسحر والمس والحسد في نفس الوقت الذي تقوم فيه بهذه الفائده. وستجدون في قناتي عده علاجات لهذا الامر يعني للسحر وللمس وللحسد او العين وجميع الاصابات وهي باذن الله نافعه وقاضيه. وصلنا اخوتي في الله الى ختام هذه الحلقه اشكر لكم متابعتكم ووفاءكم واخلاصكم للقناه دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته